كانت الشمس لا تزال تزين السماء عندما عادت جاستان فالديز إلى منزلها، وهي تحمل في قلبها طموحات وأحلاما تلامس السماء. كانت تمر بمنطقة جبلية هادئة للتنزه بعد أن تنزل من الحافلة، حيث الهواء النقي والأشجار العالية يمنحانها شعورا بالسلام الداخلي. كانت تفكر في مستقبلها وفي أحلامها وفي تلك اللحظات التي تجعل الحياة جميلة. نزلت الفتاة من الحافلة وتوجهت إلى طريق المنزل، وبينما كانت جاستين تمشي بخطوات هادئة على المسار الجبلي، سمعت صوت محرك سيارة يقترب. في البداية لم تعر الأمر اهتماماً كبيراً، فهذه المنطقة معروفة بمساراتها الجبلية ويزورها الناس للتنزه، لكن شيئاً ما في صوت المحرك بدا غريباً. كانت سرعته غير طبيعية، وكأن السيارة تبحث عن شيء ما أو شخص ما. لم تتخيل أبداً أن تلك السيارة تلاحقها. عندما استدارت لترى السيارة، كانت قد توقفت على بعد أمتار قليلة منها. نزل رجل من السيارة وعيناه مضطربتان ونظراته تائهة. كانت جاستين تشعر بشيء من القلق، لكن لم يكن لديها وقت للتفكير. في لحظة خاطفة اندفع الرجل نحوها. كانت قبضته قوية ونظراته تحمل شيئا من الجنون. حاولت جاستين الهروب، لكنه كان أسرع. أمسك بذراعها وسحبها بقوة نحو السيارة. كانت صرخاتها تتلاشى في الهواء، لا أحد يسمعها في هذه المنطقة المعزولة. حاولت المقاومة لكنه كان أقوى. دفعها إلى داخل السيارة وأغلق الأبواب بقوة. بدأت السيارة تتحرك بسرعة، وجاستين تحاول بشتى الطرق الهروب أو الوصول إلى هاتفها، لكنه كان يبقيها تحت سيطرته بتهديدات مبهمة وكلمات غير مفهومة. في تلك اللحظات كانت جاستين تعيش بين الخوف والأمل. كانت تأمل أن تكون هناك فرصة للهروب، أن يظهر شخص ما لإنقاذها، أن يستيقظ ضمير هذا الشخص ويتركها تذهب. لكن الوقت كان يمضي والسيارة تبتعد أكثر وأكثر عن الأماكن المأهولة لتأخذها إلى مصير مجهول. كانت هذه اللحظات بمثابة كابوس حي لجاستين، حيث كانت تشعر بالعجز التام أمام هذا الرجل الذي اختلطت في داخله قسوة الواقع باضطراب العقل. كان الغموض يكتنف كل شيء، والمستقبل يبدو مظلما ومليئا بالمخاطر. فما هو مصير جاستين؟ ومن اختطفها ولماذا؟ قضية جديدة مليئة بالتفاصيل نصحبكم اليوم لنكشف أسرارها على قناتكم دهاليز. جاستين فالديز، الفتاة الفلبينية الجميلة البالغة من العمر 24 عاماً، جاءت إلى أيرلندا مع عائلتها بحثاً عن حياة أفضل. كانت عائلتها قد استقرت في مدينة بريناي، وهي منطقة هادئة في مقاطعة ويكلو، حيث بدأوا يبنون حياتهم الجديدة بأمل كبير. كانت جاستين تعمل وتدرس بجدية لتحقيق أحلامها الكبيرة. 19 مايو لعام 2018، كانت جاستين البالغة من العمر 24 ربيعاً منهكة في استكمال الأوراق اللازمة لتجديد تصريح إقامتها. وبعد انتهاء أعمالها الورقية، قصدت صالة الألعاب الرياضية لممارسة تمارينها المعتادة. أنهت جاستين تمرينها في الساعة 24 دقيقة مساءً، وتوجهت إلى محطة الحافلات عازمة العودة إلى المنزل. في تلك الأثناء وصلتها رسالة نصية من والدتها تطلب منها شراء الخبز في طريق عودتها. وبعد استجابة سريعة لهذا الطلب، اتجهت جاستين إلى المتجر وأتمت عملية الشراء، ثم وصلت طريقها إلى محطة الحافلات، حيث استقلت الحافلة رقم 185 المتجهة إلى براي. وصلت الحافلة إلى قرية إيناس، تلك القرية الهادئة التي تعرفها جاستين جيداً، حيث يقع منزلها في قلب الريف. نزلت جاستين من الحافلة بعد يوم طويل، وعادت نحو منزلها الذي يبعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة مشياً عن محطة الحافلات. كان الطريق مألوفاً لها، فقد اعتادت السير فيه يومياً، ولم تكن المسافة تمثل تحدياً لفتاة نشطة مثل جاستين. لكن في ذلك اليوم لم تصل جاستين إلى المنزل. نظرت والدتها تراس من النافذة بانتظار عودة ابنتها، لكن الوقت مر دون أن تظهر جاستين. شعرت تراس بالقلق، فابنتها كانت دائما تتصل إذا تأخرت أو غيرت من خططها،
حاول تيراس الاتصال بجاستان، لكن الهاتف كان صامتا والرسائل لم تجد ردا. لم تتحمل الأم القلقة البقاء داخل المنزل، فأسرعت بالخروج للبحث عن ابنتها، واتجهت نحو محطة الحافلات بخطوات مسرعة، علها ترى ابنتها في الطريق، لكن جاستان لم تكن هناك. وصلت الأم إلى محطة الحافلات وسألت الناس في الشارع عما إذا كانوا قد رأوا ابنتها. أكد العديد منهم أنهم رأوها تنزل من الحافلة مرتدية ملابس رياضية، سروالا رماديا وقميصا أبيض وأحذية رياضية وسترة داكنة. كانت ملامح جاستان الآسيوية اللافتة للنظر تجعلها سهلة التمييز بين المارة، ومع ذلك لم يستطع أحد تحديد مكانها بعد أن غادرت المحطة. ارتفع قلق تيراس إلى حد الهلع، وبدأت تركض في الشوارع باحثة عن أي أثر لابنتها الوحيدة، وتسأل الشهود عما إذا رأوها، ولكن دون جدوى. لم تجد الأم أثر لجاستان. مستسلمة لليأس اتصلت تيراس بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنتها، متسائلة بقلق وحزن. أين يمكن أن تكون جاستان؟ وما الذي حدث لها في تلك اللحظات القصيرة بعد نزولها من الحافلة؟ أخذ المحققون إفادة تيراس وبدأوا في البحث المكثف عن جاستان، فيما كانوا يغوصون في تفاصيل حياتها الاجتماعية والشخصية بحثاً عن أي خيط قد يوصلهم إلى مكانها. التحقت جاستان بالجامعة لدراسة المحاسبة، وبدأت العمل بدوام جزئي كنادلة في مطعم براي، بالإضافة إلى مجالسة الأطفال ورعاية أطفال الحي. عاشت الأسرة في مساكن الخدم ضمن قصر ضخم تمتلكه عائلة ثرية، حيث كان والدها يعمل بستانياً وكانت والدتها مدبرة منزل. كانت جاستان فتاة ذكية ومجتهدة، تجمع بين الدراسة والعمل وتفي بكل التزاماتها، مما جعل فكرة هروبها مستبعدة لدى الجميع. ومع استمرار التحقيقات تواصلت السلطات مع جميع معارفها، ونفوا جميعاً معرفة مكانها. كانت جاستان قد تجاوزت سن المراهقة منذ سنوات، ولم تكن من النوع الذي يسعى للهروب من المنزل، بل كانت دائماً على اتصال بوالديها، تتبادل معهم الأخبار والرسائل بشكل مستمر، حتى في ذلك اليوم حيث تبادلت مع والدتها 63 رسالة، وكانت آخر رسالة أرسلتها في الساعة 6:24 مساءً بعد نزولها من الحافلة. تلقت الشرطة مكالمة مقلقة من سائقة السيارة، رأت السائقة مشهداً مرعباً. سائق سيارة نايسان كاشكاي سوداء يدفع فتاة في صندوق سيارته. الفتاة كانت امرأة آسيوية بشعر داكن وترتدي ملابس رياضية، مما جعلها تتطابق تماما مع وصف جاستان. كانت السائقة تقود سيارته ومعها ابنها البالغ من العمر 12 عاما حين رأت هذا المشهد المروع. تواصلت المرأة مع الشرطة على الفور، مما أضاف بعدا جديدا للتحقيقات وأشعل الأمل في قلوب المحققين للعثور على جاستان وإعادتها إلى أسرتها سالمة. لكن سائقة السيارة التي أبلغت عن الحادث لم تدخل في جدال مع الخاطف، فقد قادت سيارتها بسرعة بعيدا عن تلك السيارة المشبوهة واتصلت بالشرطة على الفور. وسرعان ما شهد سائق سيارة آخر هذا المشهد المريب أثناء مروره، لكنه لاحظ شيئا مختلفا. فتاة آسيوية تجلس في المقعد الخلفي للسيارة. بدافع من القلق نقر الرجل بخوف على نافذة السيارة دون أن يدرك تماما ما الذي كان يحدث في البداية. وعندما عاد إلى المنزل وناقش الوضع مع زوجته أدرك أن هناك شيئا ما خاطئ، ويبدو أن الفتاة قد تم اختطافها. عندها قرر الاتصال بالشرطة في الساعة 6:27 مساء للإبلاغ عن الاختطاف. لم تمضي سوى دقائق حتى تلقت الشرطة مكالمة أخرى من سائق آخر أبلغ عن رؤية سيارة مشبوهة تسير بشكل متقطع على بعد حوالي 6 كيلومترات من إناس. سارع ضباط الدورية إلى الموقع المبلغ عنه، وهناك عثروا على الهاتف الخلوي لجاستان وحقيبة الخبز التي اشترتها على جانب الطريق. بدا هذا الاكتشاف مزعجا للغاية، مما يشير إلى أن الفتاة في ورطة حقيقية. أرسل الضباط هذه المعلومات إلى المخفر، وبعد مراجعة المحققين للأدلة وجمع كل المعلومات توصلوا إلى أن الخاطف قد حاول في البداية إخفاء جاستان في صندوق السيارة، لكنها قاومت بشدة. لم يتمكن الخاطف من السيطرة عليها، فاضطر لوضعها في المقعد الخلفي لسيارته وقادها إلى وجهة مجهولة. تم وضع سيارة النيسان السوداء على قائمة المطلوبين،
وبدأت دوريات الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عنها، كما حلقت طائرة الهليكوبتر لتفتيش المنطقة من الجو. لكن الظلام الذي حل بعد ذلك زاد من تعقيد عملية البحث، ورغم الجهود المكثفة لم يتم العثور على شيء في تلك الليلة، فقرروا تأجيل البحث حتى اليوم التالي. عند بزوغ الفجر استؤنف البحث بحماس متجدد. عاد المحققون مقابلة سائقة السيارة التي شهدت الاختطاف، وتمكنت من تقديم وصف مفصل للجاني. جمع المحققون معلومات عن جميع سيارات نيسان كاشكاي السوداء المسجلة في المنطقة، وكان عددها قليلا جدا. لفت أحد السائقين مارك هينيسي البالغ من العمر 40 عاما انتباههم بسبب تطابقه الكبير مع وصف الخاطف. توجه الضباط إلى منزل مارك هينيسي للتحقق من الأمر. عندما وصلوا فتحت زوجته نيكولا الباب، لكن مارك لم يكن في المنزل. عندما فتحت نيكولا الباب بدت عليها علامات القلق وهي تروي قصة مذهلة. قالت إن زوجها مارك غادر للعمل كعادته في الساعة 7:30 صباحا، ثم عاد إلى المنزل بعد الساعة 3 مساء. تناول الغداء وغادر مرة أخرى في الساعة 5:30 مساء متجها إلى الحانة. كان مارك يخطط لتناول مشروب والاسترخاء بعد يوم عمل شاق، لكنه لم يعد إلى المنزل ولم تكن نيكولا على علم بمكانه. أثارت هذه المعلومات المزيد من الشكوك حول مارك، وبدأ المحققون في البحث عنه. من كل النواحي كان مارك هينيسي يبدو رجلا إيجابيا. كان زوجا وأبا لبنتين صغيرتين، أصغرهن ولدت قبل 8 أشهر. جاء من عائلة محترمة ويعيش في حي ثري مع عائلات أخرى مشابهة. عمله في مواقع البناء كان يوفر له دخلا جيدا يعيل به أسرته. لم يكن لديه أي سجل جنائي ولم تكن لديه أي مشاكل مع القانون، مما جعل من الصعب تخيل أن رجلا كهذا يمكن أن يرتكب جريمة. لكن الضباط كانوا يعرفون أن المظاهر قد تكون خادعة. توجهوا إلى الحانة التي زارها مارك في الليلة السابقة لإجراء استفساراتهم. أكد الموظفون أن مارك كان هناك لكنه لم يبقى طويلا. تناول الجعة وشهد بعض مباريات كرة القدم، ثم غادر لأنه وجد المباراة مملة. عند منتصف الليل عاد مارك إلى الحانة مرة أخرى، وكان يبدو قلقا وغير مستقر. شهدت كاميرات المراقبة في الحانة مارك وهو يقضي حوالي 10 دقائق، ثم يغادر في الساعة 5:40 مساء متجها إلى سيارته بينما كان يتحدث عبر الهاتف. ثم عاد بعد الساعة 11 مساء وتحدث مع زوجين يعرفهما في المدخل. ترك هذا المحققين في حيرة من أمرهم بشأن مكان وجود مارك بين الساعة 5:40 مساء والساعة 11 مساء، وما كان يفعله في هذا الوقت، ولماذا لم يعد إلى المنزل. طلب المحققون لقطات من كاميرات المراقبة للحافلة التي كانت تستقلها جاستين، وتبين أن سيارة نيسان السوداء الخاصة بمارك كانت تتبع الحافلة. بدأ سلوكه مريبا بشكل متزايد. استمر البحث عن سيارة مارك والفتاة المفقودة، وأصبح مارك المشتبه به الرئيسي في اختطاف جاستين. لم يتمكن المحققون من تتبع هاتفه الخلوي لأنه كان يفتحه ويغلقه بشكل متقطع. في إحدى المرات اتصل مارك بزوجته وأخبرها أنه لن يعود إلى المنزل مرة أخرى. التقى بوالديه اللذان توسل إليه أن يسلم نفسه للشرطة، لكنه رفض. طلبت الشرطة مساعدة الجمهور عبر وسائل الإعلام، داعية أي شخص يعرف مكان وجود جاستين أو مارك أو سيارته أن يتقدم ببلاغ. ساعد ذلك إحدى النساء التي كانت تستمع إلى المؤتمر الصحفي، إذ رأت سيارة نيسان كاشكاي مماثلة على الطريق مع سائق يشبه مارك. تبعته المرأة إلى حديقة تشيري وود، حيث تأكدت من هويته واتصلت بالشرطة. عندما وصل ضباط الشرطة إلى المكان، وجدوا مارك خلف عجلة القيادة مغطى بالدماء، ويرفض الخروج من السيارة ملوحا بسكين. أطلق الضباط النار على كتفه بعد أن هددهم وسحبوه من السيارة وهو واعٍ. فتشوا السيارة لكنهم لم يجدوا جاستين. سألوه عن مكانها لكنه ظل صامتاً. نقلوه إلى المستشفى على أمل أن يتمكنوا من إنقاذ حياته والحصول على معلومات عن مكان جاستين. ما كان يمكن أن يكون لحظة حاسمة في القضية تحول بسرعة إلى مأساة. فالرصاصة التي أطلقتها الشرطة ارتدت وأصابت رأس مارك وتسببت في مقتله. كانت دماؤه تغطي وجهه وجسده،
وكشفت الفحوصات أن لديه عدة طعنات جديدة في ذراعه ورقبته، مما جعل الشرطة تظن أنه قرر إنهاء حياته بالسكين الموجود في سيارته خوفاً من الاعتقال والسجن في النهاية. شعر الجميع بخيبة أمل مريرة، فقد عثروا على المشتبه به والسيارة، لكن جاستين ظلت مفقودة وهي الهدف الرئيسي. لكن وسط الفوضى عثر الضباط على ملاحظة ملطخة بالدماء، وكانت الكلمات آسف وقلعة بي فقط واضحة بما يكفي للقراءة. أدركت الشرطة أن هذا قد يكون دليلاً على موقع جاستان، على أمل أنها ما زالت على قيد الحياة. لم يتوقف البحث وواصل الوالدان الصلاة من أجل عودة ابنتهما سالمة. أطلقت الشرطة حملة بحث شاملة في منطقة غابات جنوب ديبلن في محيط القلعة المشار إليها في الملاحظة. وفي 21 مايو وجدوا حقيبة تحتوي على وثائق تحمل اسم جاستين، وبعد ذلك بساعات تم العثور على جثتها في الغابة. أكدت نتائج التشريح أن الفتاة قتلت في مساء يوم اختطافها، وتم تحديد سبب الوفاة على أنه خنق باليد، مع أدلة على تعرضها للاعتداء الجنسي. كشف الفحص السام عن وجود كمية ضئيلة من المواد المحظورة في جسدها وصلت إليها بعد وفاتها، مما زاد الأمور تعقيداً. أظهرت التحقيقات أن مار كان تحت تأثير الكحول والمواد المحظورة، وأنه كان يعاني من مشاكل زوجية ومالية متفاقمة. تراكمت عليه الديون، وبدأ يستخدم أحد تطبيقات المواعدة للتواصل مع فتيات أخريات. كما أكد الحمض النووي لمارك على جثة جاستين جميع شكوك الشرطة بتورطه في اختطافها وقتلها. تبين أن مار كان يتبع جاستين لفترة طويلة، وفي ذلك اليوم قرر تنفيذ جريمته. تابع حافلتها واختطفها في وضح النهار أمام الشهود العيان، قادها بعيدا حيث اعتدى عليها وخنقها. بعد فحص هواتفهما تبين أنهما لم يتواصلا من قبل ولم يكن لهما معارف مشتركون. ولكن بعد تحقيق أعمق اكتشف المحققون أن مار كان يسلك الطريق الذي تسلكه جاستين بشكل متكرر، مما يشير إلى أن الجريمة لم تكن عفوية بل مخططة بعناية. كان موت مارك بمثابة نهاية مأساوية لجريمة مروعة، ولكن العدالة التي تحققت جزئيا لم تكن كافية لتهدئة ألم عائلة جاستين. ومع استمرار التحقيقات ظلت ذكرى جاستين تشع كضوء خافت في ظلام الحقيقة القاسية التي كشفتها القضية. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.